خير عيد وشوفي. الوالد تعبان كتير من امبارح محاطه لقمه بتمه. من بعد اذنك بدي اترك القهوه وروح جيب له الحكيمه. يا عمي ليش لا؟ ليش لا؟ هذا ابوك ولازم تدير بالك عليه. الزباين بيستنوا عمي. شاشة عليهم شوي وبعدين روح لعنده. كتر خيرك يا معلمي. تعال ايدو. مسيك، هاي مش هالحكيمة. ما في داعي معلمي، خيرك سابق. خود عمل لك، مسيك. مثل ما قلت لك، شاشة على الزباين وروح لعند ابوك. الله يديمك فوق راسي يا معلمي. الله يسلمك. الله يرحمك يا ابي. شو كنت كريم وطيب. ثلاث ذهب يا محمد، هدول إذا حصلت على نصهم يعني 1500 ذهب ابغنى لولد ولدي. ساعتها ما رح سامح كل واحد أساني. والله واللي اسمه الله لرب الحارة ترباية غير شكل، والكل بده يقول لي آمين. بالمآهل حبيبتي، عليك العافية. الله يعافيك. يا حكيمة، يا حكيمة، يا حكيمة، سعيني شعروه. خير عيد وخير. أبي تعبان كتير، مو طالع مع الحكي. من امبارح محاطط لي بيت أمه. شو صاير معه؟ والله ما بعرف. بسرعة إن شاء الله. لحظة أخذ الشنطة. بسرعة بسرعة، الله يوفقك. خير يا رب. تفضل. شرفي شرفي. راتب، أنا طالعة على البيت، بدي أخذ أمي على الحكيم. دير بالك على الإزازة بغيابي. على رأسي. واسمع شو بدي أقول لك كمان، إذا إجا حدا بده دواء إياك تتصرف من عندك وتعطيه على كيفك. ها، لا تاكلي هم، الإزازة بأمانتي. طيب أنا بكل الأحوال ما حأتأخر، بتوصيني بشي؟ الله ييسر لك. يلا بخاطرك. أنسي ليلى. خير. ديري بالك على حالك لأني بخاف عليك. يلا بخاطرك. الله معك حبيبتي. منقول الحمد لله، ألف الحمد لله. مصيبتنا أهون من مصيبة غيرنا. بكفي حبيبتي، ما مات لنا حدا ولا تيتم لنا ولد. بس شو بدي قلك؟ رقع عمرنا كله ضاع. يعني انهدم بيتكم؟ بيتنا؟ قولي بيوتنا. بيتنا اللي قاعدين فيه انهدم، ومالكاتنا احترقوا، والبيوت التانيين مدري شو صار فيهم. يلا ستي، الله بيعوضكم. يعطيك العافية عمي راتب. بعدين عيدو. شو وين الأنسة؟ ماني شايفة. والله ما أنا موجودة. خير؟ اللي بدك شيء؟ مستعجل كتير، بدي هذا الدواء، الوالد تعبان كتير. لا لا، هات لشوف. شو صار معك عمي راتب؟ بيستر على حيماتك، بدي لحق الوالد. لعيونك تكب مشيك. شو صار معك عمي راتب؟ يلا طمنت عليكي. ديري بالك على حالك، كتري شرب مي مثل ما وصلتك الحكيمة. حاضر ابن عمي. يلا ايش كان اسمك شيء؟ اتصلي فيني، أنا بالديوان. الله معك، الله معك، الله ييسر لك أمورك يا رب. مهونة يا الله. مهونة يا الله. تقبرني. الله معك. هاي الدواء صار جاهز، بتشرب أبوك صبح ومساء، مفهوم؟ كتر خيرك، شو طلع لك معي عمي؟ 5 فرنكات. مو كتير 5 فرنكات عمي؟ هاد الدواء مو كاسة شاي، بس إذا ما معك بلاها. لا عمي شرف، كتر خيرك. إن شاء الله معافى. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا يامو بدك تسألي كرم ليش العرسان ما عم يتقدموا لنا. هي بتجاوبك. خالة، هي سرية عم تحكي من كون. أنا ما بعرف، بس يمكن قصدها إنه العرسان بيشوفونا معلمات مدرسة وهيك، فبيفكرونا شايفين حالنا. هلا أنتو شايفين حالكم؟ إيه والله مبين عليكم. إيه بيطلع لهم يا سناء، بيطلع لهم يشوفوا حالهم.
ما شاء الله عليهم دارسين ومتعلمين ومربيين، شو ضل أكتر من هيك؟ وأنا وين حسدي يا ماما؟ أنتي تاج لكل الصبايا بشطارتك ولطافتك ونظايفيتك بالبيت. بعدين العرسان شو بدهم من البنت غير نظافتها وتكون ست بيت؟ بهمهم هالشي أكتر ما تكون متعلمة. لك نيالك يا أختي شو نجمك عالي. إيه والله تتهني يا وداد. لك الله يخليكم لبعض، ما في أحلى منكم بأدبكم وأخلاقكم العالية. تقبري يا حبيبتي يا سناء، كلك ذوق. لك روحوا الله يبعث لكم حظ أحسن منكم. آمين. آمين. آمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك سيد راتب؟ أهلين أنسة ليلى، تأخرتي. إيه والله، مو شايفني عم بركض ركض؟ أول مرة بشوف حكيمة وعم تركض. مو ركض ركض انت الثاني، لا تتمقلس علي. قلي لشوف، اجى حدا على الازازي؟ ايه اجى واحد وعطيته دواء مشيته. شو عطيته؟ كيف بتعطيه؟ الله يسامحك يا راتب، ما انا موصيتك، ناوي تعمل لي مشكلة؟ أعوذ بالله، شو عامل لك مشكلة؟ أنا لو ماني متأكد إنه الدواء مزبوط ما كنت عطيته إياه، بس الزلمة اجى لعندي وملهوف وأبوه مريض، ما هان علي. ما شاء الله عليك، قلت لي متأكد؟ ايه متأكد، وبعرف شو عطيته. ايوه انا شو بيعرفني انه حضرتك اعطيته الدواء الصح؟ خلص حكيمه، لا توجعي راسك بالقصه، خدي مني عم بعطيكي من الاخر. يا سيدي ان شاء الله، ليش انا شو بدي غير انه يكون شغلك مزبوط؟ انا قد وقدود بعجبك. هيك رايك؟ المهم كيف كان مشوارك مع امك؟ الحمد لله، امور الوالده تمام، فضل من الله. يا ستي ان شاء الله بالسلامه. الله يسلمك. شكرا لك. على شو؟ على كل شيء. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك وين هاد الولد تأخر هيك؟ استغفر الله على القصة. وينك يا عيدو؟ وين شايك؟ يا عمي على راسي، طول بالك شوي، الزلمة أبوه تعبان وراح يشوفه. شو بكون؟ شو صار لكون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عيدو على راسي عمي، على راسي، جاي أخدمك براسي، طول بالك. يلا جاي. ضوت مناشف على الجوال يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخلينا ابو قاسم. اهلين وسهلين. انه شو عم تاكل انت؟ كل مالك هيك عم تصير شب؟ اللهم صل على سيدنا النبي. الله يحلي ايامها. شو هالشوارب؟ لك شو بدك هلا؟ لك يا روحه، عم بقول لحالي ايش كان فيني يعني فوت الكبله على راسي طاستين ما يستخرب معي شوارب. من زمان احكي الحكي، فوت انضرب على قلبك. روح ابو قاسم روح. يلا. ابو قاسم عدم مؤاخذه، انت مروق بهذا الحمام ولا حمامك هذاك احسن؟ هلا كله حمام، بس اللي بتفرق انه هذا الحمام انا مستكري كري، هداك ملكي والملك لله. عدم مؤاخذه يعني، بس حمامك ما صار له شيء، هيك ولا مو هيك؟ ايه هيك. عم بقول يا حالي يا ابو قاسم، انت ما دام عندك حمام، ليش ما بعته واشتريت هذا الحمام؟ مو احسن ما تستكريه؟ هلا انت لوين بدك توصل؟ شنو الله وكيلك، انا بدي مشانك بالحاره عم بيقولوا انه ليش ابو قاسم استكره هذا الحمام وعنده حمام ملك، كان يبيعه ويشتري هذا الحمام. وعم بيقولوا كمان انه انت عدم مؤاخذه يعني، اللهم صل على النبي، عندك ملكانات وارزاق، ايه بتعيشك لولد ولدك يا ابو قاسم. لك هلا افوت اسمع، حط طاستين على حالك وخلصنا بقى. فايت فايت، صل على النبي. خليه معك يا لك شو هالقصة هي؟ العمى على هالزلمة، ما بقى إلا يشاركني بمال كاناتي، يخرب بيته شو عينه ديار. ولك أنا أدعلك يا راتب! لك والله أطلع بروحك والله! لك والله أنا أدعلك يا راتب! لك شو في شباك؟ راتب الواطي قتل لي أمي! لك شو عم تحكي أنت؟ وراتب شو دخله؟ أعطاني دواء أول ما أعطيته لأمي طف ساكن! يخرب بيته على العملة! والله اطلع بروحه والله، ولك والله اطلع بروحك يا راتب. يا بطل يا بطل، لا حول ولا قوة الا بالله. شايف لك شو اللي عم بيصير بالحارة؟ شو اللي عم بيصير؟ ابو علي، هلا كل حارة عم كل ابايا بتقتل بعضها،
لك اطرحك ضرب احطمك هلا. انت هذا اللي بيهمك فلان قوي وفلان مو قوي. لك في زلمه مات بتعرف شو يعني؟ شو يعني؟ بعرف شو يعني مات. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. طلعك عرق ولا لسه؟ انت قتلت لي ابي، والله لا خربت الدنيا فوراسك. انا قتلت لك ابوك، شو عم تخبص انت؟ ايه انت اعطيتني دواء غير مكتوب بالراشدة، اول ما شربه بيطب ساكت، والله لا تطلع بروحك والله. اطلع ورجيني حالك ولا اطلع اصلا مالي بنزل فوراسك اطلع. طولوا بالكم يا جماعه، انتم متاكدين من هذا الحكي؟ ايه انا متاكد، لانه ابي اول ما شرب انت طب ساكت. ولك هذا الواطي قتل ابوه. انا عم قلت له الدواء صح، انت اللي غلطان. كذاب. أنا كذاب؟ أنتوا بعدكم ما رح تجوا بالسوق. ياتب ياتب قرب له روح قرب له قرب والله أطلع بروحك والله قرب. راتب قتل لي ابي وطالع من هول اطلع بروحه. ما وحى يا ابو غسان ما وحى. عيدو طب لي خنجرك لشوف. طب لي خنجرك. امره. وانت راتب طب لي خنجرك. امرك زعيم. يلا يا رب. ها؟ ها احلى من نظافه يا سعدو. ايه والله غيتو نعيما عمي. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شرف استريح عمي. حط عم يحط فيه لسه قصة برد والله. حط الله يطول عمرك. يلا يا رب. سلمون سلمون. عمرك. عم ابو قاسم قلو للصالة تبعك معيتك الشاي. هلا بدك ياني انا اطلب لك كاسة شاي؟ ما تنضرب على قلبك تطلب لحالك. لك شو بدك ابو قاسم؟ صلى على النبي، عامل لك اشكال ما في اسئلة يعني ولو؟ جيبوا له زهرمان بخاري تهريم مصارينه. صحتين وهنا على البغى ابو قاسم. بس اوعيك ودرمان بمشيها ما بقدر اتصورها. لا هي ابو قاسم عم تطلعني؟ ايه بدي العاك ورجلك بدي اكسرها اذا بدي اشوفك هون بالحمام. ايه شو علي يا ابو قاسم؟ رح روح انا رح اتقلع، بس باذن الله وعن قريب انت كمان رح يقلعوك من الحمام. اسمعوا كلكم، في عنا حادثة وفاة وحصلت، واللي عم تعملوا يا عيدو هذا اسمه مسخرة. نحن وين وانت وين؟ ابوك ميت وعلى فراشه وانت جاي تعمل مراجل؟ شو ما في كبير بالحاره؟ ليش ما اجيت عندي؟ ونحن من ايمتى بنقابل الغلط بغلط اكبر منه؟ مش كان راتب عليه حق؟ ساعتها لكل حادث حديث. يلا يا جماعه كرام الميت دفنوا، يلا تحركوا لنشوف. يلا كذبتك يول 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 يول. شري عليكم حدا يتحرك من مكانه. اهلين حضرت اليوز ماشي. مين هو الملاكوس اللي قاعد يساوي خرابيط؟ سيدنا راتب قتل لي ابي. لا حد عليك. عجل شلون مشيت لابوك احكي لي. عيدو سامحني زعيم بدي احكي. ابي كان تعبان كثير. جيت لعنده بعد ما كتبت لي الحكيمه نسيمه دواء. قام ركب لي دواء بالغلط، اول ما اعطيته لابي طب ساكت. مش غلطت، انا عم طالب بحقي. لك انا بدي اطلع بروحه. والعوذ عليك يا ملقوس يا حسين يا بواق الدجاج، عجل الدنيا سايبة؟ ما بيها كراكون؟ ما بيها ابو مشعل اخو عوش؟ وانت يا لانسة نريد شبال كراكون لجل التحقيق. خذوهم! واقف عندك انت وياه! اوعى حدا يقرب من انسة ليلى، هي ما دخلها. انا لحالي مسؤول عن الموضوع. اسمع حضرة اليوز باشي، نحن ما عندنا نسوة بتروح على الكراكون. مش كان بدك منا شيء؟ تحكي معها هون. يا ابو عزام التحقيق ما يعرف هذا ثمي وهذه خشتي، الكل سواسية والبنية ضرورية بالتحقيق. مو على كيفك. حضرة اليوز باشي هاي شغلة التحقيق ما بتلزمك، شو كان بدك تحكي معها؟ تحكي معها هون. زين زين حيل يا أبو عزام. وانت يا الحصيني أريدك بالكراكون، أريد أشربك شاي ثجيل، لأني هذه سحبة الخنجر بوجه الكراكون من سالك إياها أبد. أنا ما رفعت خنجري بوش الكراكون، أنا عم دافع عن الأنسة ليلى.
وما رح اسمح لحدا يقرب منا. صدعت راسي عاد. انت شاب خذوه. واقف عندك انت وياه. قبل ما اروح الكركون بدي احكي كلمتين قدام الخلايق كلها. ايش كان بيطلع الحق علي؟ رقبتي الكم. شو ما بدكم اعملوا؟ ايش كان ما طلع الحق علي؟ بدي رد اعتبار قدام العالم كله. والحاضر يعلم الغايب.